تفضل. انا اقول قصيده هذه للوطن، خلاص استوت يا مشير بعد تدبير، داعش تمت في الاخير، بكثر جنوده فنيوا وتموا وفي برقام مطروده، تيجي لهم ذره قنفوده، لم جنوده في مصراطه، حط جنود حط حدوده، بري وبحري الهم محفوظه، حاروا ما عرفوا قلبته، فرحت بيك بعد لقيته، صرت اليوم الهادع كته، من غادي تمت عركته، في مصراته اليوم دهكه، من داعش طير زمرته، بعد حكي دبقة زرتها، اليوم الحي فرض زيدتها، بلادي لما تفرحت بيك بعد لقيتها، خلاص استاوت يا مشير بعد تدير، داعش تمت في الاخير. ان شاء الله تستاوت. المشير والجيش كامل واللي يفرحوا بانتصاراته وخير ان شاء الله. شكرا.